أعزائي الطلبة، أعزائي المتابعين، أسعدتم صباحاً. الأستاذ المساعد الدكتور علاء جبار مشكور، كلية الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية. المحاضرة الخامسة، خطوات البحث العلمي. خطوات البحث العلمي. إن البحث العلمي يتمثل في مجموعة من الخطوات حتى يسير البحث بشكل متصل مترابط، بمعنى أنه لا يوجد فاصل بين كل خطوة والتي تليها، بل لابد أن يظهر الترابط بين خطوات البحث العلمي بحيث تتصل فيه المقدمات بالنتائج، وكذلك أو بصورة أخرى النتائج بالمقدمات، أو تدل النتائج على المقدمات. غير أن ذلك لا يعني أن كل بحث علمي يتبع نفس الخطوات بشكل صارم، غير أنه أن كل بحث يستخلص هذه الخطوات تبعا لطبيعته، ويمكن عرض هذه الخطوات بما يلي. أول خطوة في البحث العلمي هي تحديد مشكلة البحث. ثاني خطوة والتي تلي مشكلة البحث جمع البيانات والمعلومات المتصلة بمشكلة البحث. صياغة الفروض المناسبة. 4 اختبار صحة الفروض ومحاولة التحقق منها. 5 تحليل البيانات وتفسيرها. وأخيرا الوصول إلى النتائج التي تعين على حل المشكلة. وقبل أن نتناول هذه الخطوات بشيء من التفصيل، لابد من تناول موضوع مهم ألا وهو عنوان البحث، وكما يلي. عنوان البحث للعنوان أهمية خاصة وكبيرة، من حيث أنه يؤدي وظيفة إعلامية عن موضوع البحث والتعريف به، فهو يرشد القارئ والمهتم إلى أن البحث يختص في مجال معين، كما تعتمد المكتبات في تصنيفها للبحث على عنوان البحث. شروط العنوان الجيد: أن يكون العنوان معبرا بدقة عما يتم مناقشته أو دراسته في البحث، فلا يمكن تصور أن يكون العنوان عنوان البحث في تخصص الفنون الجميلة ويناقش أو يدرس البحث في متنه اختصاص آخر. الشرط الثاني أن لا يحتوي على كلمات مقاطع تحتوي على أكثر من معنى. الشرط الثالث يفضل أن لا يزيد طول العنوان عن 15 كلمة. ما زلنا في شروط العنوان الجيد. والشرط الرابع أن لا يحتوي على كلمات لا لزوم لها، مثلا أن لا يحتوي على عبارة دراسة تحليلية، فالبحث العلمي في حد ذاته دراسة تحليلية. الشرط الخامس يجب أن تكون الكلمات الأساسية في أول العنوان قدر الإمكان، مثلا كلمة إشكالية يجب أن تكون في بداية البحث، فيكون البحث إشكالية المرئي واللامرئي في خطاب العرض المسرحي العراقي. أما الشرط السادس فيتم ترقيق العنوان بعد الانتهاء من البحث للتأكد من أنه يعكس طبيعة البحث، ففي كثير من الأحيان يتم تغيير العنوان بعد مناقشة البحث لاكتشاف أن البحث يبحث في مجال آخر لا يعبر عنه العنوان بصورة دقيقة. 7 يجب أن يشتمل العنوان على المتغير التابع للدراسة، فمثلا إذا كان العنوان هو إشكالية المرئي واللامرئي في خطاب العرض المسرحي العراقي، فإننا نجد أن المتغير التابع هو المرئي واللامرئي. والآن نعود إلى أول خطوة في البحث العلمي، ألا وهي تحديد مشكلة البحث. مشكلة البحث هي أولى خطوات البحث العلمي، وتتفاوت صعوبتها بتفاوت قدرات الباحث وإمكانياته وظروفه. فغالبا ما يكون اختيار وتحديد مشكلة البحث من أهم الصعوبات التي يواجهها الباحث. وصياغة مشكلة البحث تتضمن وصفا لخلفية هذه المشكلة وشرحا منطقيا لأهميتها والحاجة إليها، سواء من الناحية العلمية
أو العملية. فتحديد مشكلة البحث أهم خطوة في البحث العلمي والتي تمهد الطريق لبقية الخطوات. وكما نعرف فإن أولى الخطوات هي أصعب الخطوات. بعض الاعتبارات الواجب مراعاتها في تحديد مشكلة البحث. طبعا هذه الاعتبارات ستبين أهمية وخطورة الخطوة الأولى ألا وهي تحديد مشكلة البحث. من هذه الاعتبارات أن تكون قابلة للبحث. فكثيرا ما نجد أن بعض الباحثين يجون خلف مشاكل لا يمكن بحثها. الخطوة الاعتبار الثاني، لابد أن تكون المشكلة محددة تحديدا واضحا ومصابة صياغة دقيقة، أي يجب أن لا تكون مشكلة البحث متعددة الجوانب بحيث لا يمكن حصرها. فهذه الجوانب أو هذا تعدد الجوانب يستلزم دراسة، وعندما تتعدد هذه الجوانب وتتعدد هذه يكون هناك هدر للطاقة وهدر للوقت وهدر للإمكانيات، أو ضيقة محدودة للغاية فتفوت الفرصة من دراستها بحيث لا تغطي جميع جوانب هذه المشكلة. فهي تؤثر تأثيرا كبيرا في جميع خطوات البحث التي تليها، لأنها تحدد الباحث نوع الدراسة التي يمكن القيام بها وطبيعة المنهج الذي يتبعه وخطة بحثه وأدواته ونوعية البيانات التي من الواجب الحصول عليها. ما زلنا في بعض الاعتبارات الواجب مراعاتها في تحديد مشكلة البحث. النقطة الثالثة، يجب أن تضيف إلى المعرفة شيئا جديدا. فما جدوى أن ندرس أو نحاول بحث مشكلة المدرسة سابقا أو إنها لا تضيف شيئا إلى المعرفة. النقطة الرابعة، أن تستحوذ على اهتمام الباحث ورغبته. فيجب أن يجد الباحث في نفسه الرغبة الشديدة للبحث في تلك المشكلة وحلها. فالمجهود الكبير الذي يتطلبه ذلك لا يمكن توفيره إذا كان الباحث يشعر أن موضوع بحثه الذي يعالجه ممل ولا معنى له. النقطة الخامسة، يجب أن تكون ضمن إمكانيات الباحث المادية والعلمية اللازمة لتنفيذ البحث. والآن ما هي مشكلة البحث؟ ماذا يمكننا تعريفها؟ تعرف مشكلة البحث بأنها موضوع يحيطه الغموض أو ظاهرة بحاجة إلى التفسير أو شيء يثير التساؤل وبحاجة للإجابة عليه. والآن ننتقل إلى المجالات التي يمكن للباحث أن يستخلص منها مشكلة بحثه. كيف نستطيع اختيار مشكلة بحثنا؟ كيف يمكننا تحديدها؟ سنتعرف الآن على هذه المجالات التي تمكننا من ذلك. المجال الأول وهو مجال العمل والتخصص، وهو من المجالات المهمة التي تمكن الباحث من استخلاص مشكلة بحثه. فهو المجال الذي يمكن الباحث من اكتشاف المشكلات التي ما زالت لم يتطرق إليها الباحثين أو لم تشبع بالدراسة والبحث. وهذا يتأتى من خلال اطلاع الباحث على الأبحاث والدراسات السابقة التي أجريت في مجال تخصصه أو مكان عمله. فالعوامل التي تساعد الباحث في هذا الشأن تتلخص بمحاولاته الدائمة للاطلاع على المزيد من البحوث والمراجع واكتساب الخبرات العلمية والعملية والحديثة في مجال تخصصه أو عمله. المجال الثاني هو القراءة الناقدة التحليلية. إن القراءة الناقدة لما تحتويه مصادر المعرفة من أفكار ونظريات قد تثير في ذهن الباحث عدة تساؤلات حول صدق هذه الأفكار أو هذه النظريات، وهذا يدفعه إلى الرغبة في التحقق من تلك الأفكار أو النظريات. وبالتالي فإنه يقوم بإجراء دراسة أو بحث حول فكرة أو نظرية يشك في صحتها أو يعتقد بأنها بحاجة للدراسة أكثر أو للإشباع أكثر. ما
ما زلنا في المجالات التي يمكن للباحث أن يستخلص منها مشكلة بحثه. والمجال الثالث الخبرة الميدانية، إن خبرة الباحث الطويلة بمجال عمله الميداني سواء كان في التدريس أو في التدريب مثلا تسمح له بتحديد المشكلات ورؤيتها بوضوح، خاصة تلك التي تتعلق بنوعية العمل الذي يقوم به، حيث أن المشكلة تنبع من واقع عمل الباحث ولها أهميتها في عملي. فمثلا مدرب أثناء قيامي بمهمة التدريب تواجهه الكثير من الصعوبات والمشاكل التي تتعلق بالتدريب، سواء كانت مادية أو إدارية أو إمكانات اللاعبين ومستوياتهم، وهي عوامل تؤثر بشكل كبير على مهمتي. أما المجال الرابع فهو الاطلاع على المصادر العلمية والمراجع، فيعتبر الاطلاع المستمر والدائم على المراجع والدوريات والأبحاث من الطرق المساعدة والمهمة للباحث عند محاولته اختيار موضوع مشكلة بحثه. فالاطلاع على البحوث العلمية المنشورة في المؤتمرات مثلا والمجالات العلمية المرتبطة بمجال اهتمامه قد تساعده وتعينه، لأنها غالبا ما تشير إلى إمكانية إجراء دراسة مستقبلية يحتاج إليها المجال في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسات والبحوث، الأمر الذي يعطي للباحث فرصة متعددة لاختيار ما يناسب اهتمامه وتخصصه. والآن سنستعرض بعض المشكلات في مجال الفنون المسرحية على سبيل المثال لا الحصر، وهي كما يلي: العنوان الأول أو المشكلة الأولى، ما هي جماليات الأداء التمثيلي الصامت في عروض المسرح العراقي؟ والآخر، ما هي تمثلات الآخر في عروض المسرح العراقي؟ والثالث، ما هي اشتغالات التقنيات الرقمية في عروض المسرح العراقي؟ ما الأساليب الإخراجية في عروض المسرح العراقي؟ وفي نهاية محاضرتنا هذه نتمنى لكم حسن الاستماع والنجاح والموفقية أعزائي الطلبة. شكرا جزيلا.